السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعينا، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول: واشنطن تعود للحديث عن خارطة سلام اليمن. وإلى التفاصيل، عادت الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن أهمية المضي في خارطة الطريق الأممية في اليمن بعد أن كانت قد أعلنت في تصريحات سابقة عن نسف خطة السلام، وربطت نجاحها بإيقاف هجمات قوات صنعاء على السفن الإسرائيلية. وأكد الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة السفير روبرت وود في إحاطة أمام مجلس الأمن أن المشاركة البناءة في خارطة الطريق الأممية تعد المسار الأفضل لإنهاء الصراع في اليمن. وقال روبرت وود: إن الولايات المتحدة تشارك بكل إخلاص الشعب اليمني تضلعاته إلى مستقبل أفضل، مستقبل يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بهم، حسب قوله. وأضاف: ما زلنا نعتقد أن المشاركة البناءة في خارطة طريق الأمم المتحدة تظل مسارا أفضل، وهو المسار الذي نأمل أن يؤدي إلى نهاية دائمة للصراع ومعالجة التعضلات اليمنية لتحقيق العدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان. وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج أكد في ربط في تصريحات سابقة نجاح خطط السلام في اليمن بإيقاف هجمات البحر الأحمر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.